بسم الله. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل اوبننج. مثلا لو انا عندي وول، تمام، اقول له دي خليها هاي من ليفل 1 لليفل 2 مثلا اهوت، وعايز اعمل فيها اوبننج بسيطة خالص. في حلول كتير ان انا اعمل اوبننج في الحيطة. خلينا مثلا نرسم سيكشن، تمام، عشان نقدر نشوف الحيطة اللي هنعمل فيها. اقول له جو تو فيو، اهي الحوض اهيت، هعمل على سيلكت، الاقي ايديت بروفايل، ترسم بقى زي ما انت عايز. يعني ممكن ترسم مثلا بشكل كده، تمام، وتاخد كوبي تعدل فيه زي ما انت عايز. ممكن ترسم بالشكل دوت، تمام، بس هو لازم يبقى شكل مغلق، تمام، فبالشكلين متقاطعين مع بعض مش هيوافق. يعني لو قلت له اعمل هيرفض، تمام. طب اعمل ايه بقى؟ تيجي هنا تقول له انا عايز اعمل قط مثلا اهوت، وتبدا تعمل تريم مثلا بالشكل ده، الشكل ده، الشكل ده، الشكل ده، وتلغي الزيادات بحيث يبقى بالشكل دوت. تقدر تكرره كوبي 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 وتعمل نفس التعديلات دي. تقول له موافق الحته اتعدلت، تمام. ممكن بعد كده اقول له ريسيت بروفايل، يعني ارجع البروفايل زي ما كان، واقول له بعد كده اقول اوبننج، وابدا اعمل الاوبننج اللي انا عايزها. وممكن لو جيت في اركتكشر هتلاقي بعض الادوات اللي تعمل لك اوبننج زي وول اوبننج، زي باي فيس، وهكذا. طيب خلينا نرجع لليفل 1 ونرسم عمودين حلوين كده. ممكن تقول له استراكشر كولوم، مش مشكله، او تختار العمود اللي انت عايزه. عايز ترسمه للدبس؟ لا، انا عايز ارسمه للهاي لليفل 2، ماشي. يبقى اهوت، وعمود اخر اهو، وهقول له بعد كده استراكشر، وهقول له انا عايز اعمل بيم. البيم دي انا عايزها في ليفل 2، مش ظاهرة هنا لان انا قلت له ارسمها في ليفل 2، فلو رحت ليفل 2 هتلاقيها. طيب لو هي مش ظاهرة، أول حاجة خطر فيها موضوع كروب فيو، يعني ممكن تكون برا مساحة الشغل، تمام. طيب ممكن ندخل في نفس السكشن اللي احنا كنا عاملينه اهوت، ونقفل الحتة دي خالص أو حتى نلغيها. دلوقتي أنا عايز أعمل أوبننج هنا، فأخش أوبننج باي فيس وأختار العمود دوت، تمام، وتقدر تعمل أوبننج فيه. هل ينفع ان انا اعمل اوبننج في قلب عمود؟ هي لا ينصح بيها، بس قدر انت في حاجه مضطر ليها خلاص، يعني مفيش حل غير كده، فاه ممكن. يعني لو خلاص يعني الضرورات تبيح المحظورات والحاجات دي، فممكن تعمل بس حاجه صغيره خالص وتحسب بحيث ان انت ما تبوظش الشغل وحاجات زي كده، تمام. اه ده فتحيات في قلب العمود، تمام. ممكن تقول له السكتش تاني وتعملها مثلا، ممكن نعملها نفس الحاجة بالشكل دوت. تمام، بيقول لي more than one loop not allowed، تمام، ماشي. يبقى انا هقول له ايه، انا عايز هنا وهنا، واقول له trim للشغل دوت اهو، واقول له موافق. هو بيقول لي في 2 لوب. طب نلغي ديت، وممكن نعمل اوبننج ثانيه، يعني موافق كده، تمام. خلاص بقى العمود اهو في الفتحه دي، تمام. تقدر تعمل كذا شكل في العمود بحيث ان انت تطلع العمود اللي انت عايزه. لو في حاجه بقى اي لفه حوالين نفسها ومعقده، اعمل لها بقى فرن خاصه بيها. انما دي طريقه سريعه لو انت عايز تعمل عمود بشكل معين، او انت عايز تعمل فتحه في قلب العمود. ودي طبعا يعني حذر جدا فيها، بس يعني لو انت اضطريت ليها. ممكن نيجي مثلا على البيم ديت، عايز اعمل فيها اوبننج، تمام. فممكن اجي هنا اقول له انا عايز من ارتكشر اعمل اوبننج باي فيس، وزي ما عملنا في العمود تقدر تيجي هنا ترسم اي حاجه لكم مثلا. بس انت اول ما بتقرب بيحدد لك ان انت هتشتغل شغلك على
على المسقط دوت، على زي ما احنا مثلا بدل ما نخش على الورك بلان كله ست، مجرد ان انت تعمل كده خلاص بيقول لك انت ترسم على المسقط دوت بحيث ان اي حاجه ترسمها تتقطع معاك. ممكن تقول مثلا عايز ارسم اوبننج هنا مثلا، تمام اوكي، فيبدا يعمل لك اوبننج فيه، بس طبعا ما ينفعش تعمل حاجه بالحجم دوت، تمام، لا بتبقى ليها حسابات معينه وهتحط فين بحيث انها ما تقطعش الحديد والحاجات دي كلها. فمش عشان انت شغال مثلا في الكهروميكانيكال تروح مكسر كل البيم اللي مش عاملها، لا لازم تتفق معاه وتشوف ايه الفتحات اللي هو موافق عليها والسايز اللي يقدر يوافق عليه، وتبدأ تعمل الاوبننج اللي انت عايزه.